لكن الفكره بتبقى في المايند سيت بقى، المايند سيت بتاع الوين وين. هل حضراتكم دلوقتي شايفين السلايدز؟ ايوه واضحه. ممتاز. لما نيجي نتكلم عن نيجوشيشن، فهي في الكور فعلا عمليه النيجوشيشن هي عمليه التفاوض اللي بتقول لنا ازاي يعني خلينا ناخد ديفينيشن كده سهل وسريع. الديفينيشن بتاع النيجوشيشن هي بروسيس، ولازم ناخد بالنا انها بروسيس وليست وان تايم اكشن، هي بروسيس كامله. الاوبجيكتيف الرئيسي منها هو الوصول لعمليه او الوصول لنتيجه الوين وين. التفاوض اذا كان في اي طرف من الاطراف باني المايند سيت بتاعه على فكره الوين لوز، انا هاخد اللي انا عايزه بغض النظر عن الاخر، فهي ما بتبقاش نيجوشيشن لكن بتكون بارجنينج. وده فرق كبير جدا في الكلمتين، في فرق ما بين الفصال او البارجنينج او الارجيومنت والنيجوشيشن. النيجوشيشن في الكور هي بروسيس with a mindset of achieving win-win situations. طيب احنا في شغلنا بنعمل ايه اسمه نيجوشيشن؟ احنا بنيجي نقدم على شغل فبنعمل انترفيو، جزء منه بيكون نيجوشيشن. بنطلب ريز في السالري، ده نيجوشيشن. بنتكلم مع كلاينت عميل اللي فينا بيتعامل مع عملاء، فده نيجوشيشن. بنحاول نقنع مديرنا ببلان معينه، ده نيجوشيشن. بنحاول نقنع استاذنا في الجامعه علشان رساله معينه يتوافق عليها، فده نيجوشيشن. حتى لو بحاول ان زميلي يغطيني في اجازه معينه فده نيجوشيشن. ولذلك احنا بنعمل عمليه النيجوشيشن دي تقريبا بشكل دائم جوه الشغل، وطبعا بره الشغل بشكل واضح. يعني يمكن لو عايزين ننزل على القهوه وسايبين المدام بنضطر نعمل عمليه نيجوشيشن. فطول الوقت احنا بنعمل نيجوشيشن سواء قاصدين او مش قاصدين، لكن هنلاقي ان طول الوقت احنا بندور ازاي اللي قدامي يرضى يعمل يديني حاجه مقابلها انا بديله حاجه، فبالتالي بنطلع احنا الاثنين كسبانين وسعداء، او على الاقل كسبانين مش شرط سعداء. وهنا بقى فكره المايند سيت اوف نيجوشيتورز، وهي الوين وين. النيجوشيشن زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ان احنا عندنا اثنين او طرفين، كل طرف ليه اوبجيكتيف، لكن كل طرف مضطر عشان يقدر يحصل على الاوبجيكتيف ده ان هو يتنازل عن شيء او يعطي شيء، مش شرط يتنازل، يعطي شيء عشان يقدر ياخد اللي هو عايزه. هو ده الكور بتاع عمليه النيجوشيشن. ف بما اننا دلوقتي بصينا بشكل واقعي، خليني بس ثانيه واحده اعمل ميوت لاصوات التانيه اللي بتظهر معانا في لحظه واحده، يعني سامحوني. نرجع تاني. بما اننا دلوقتي بنتكلم على انه عندنا تو بارتيز او طرفين، كل طرف فيهم ليه اوبجيكتيف، فبالتالي لازم نعرف هي البروسيس اوف نيجوشيشن دي زي ما اتفقنا هي عباره عن ايه او بتتم ازاي. طيب النيجوشيشن لو هو معتمد على ان طرف عنده باور والتاني لا، فبالتالي بيكون دايما وين لوز. ولو هو بيعتمد على فقط انه انا احل لك مشكله حاليه علشان اخد حاجه، فهو بيكون شورت تيرم شويه. لكن لو انا مضطر في البروسيس ان انا ابني علاقه بشكل معين علشان اقدر اخد لونج تيرم ريزلتس، فلازم تكون زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي كلمه ليرنينج كونفرسيشن. يعني عمليه النيجوشيشن نفسها بما اننا بنعملها كتير لازم تكون معتمده على انه الطرفين بيحاولوا يعرفوا عن بعض اكتر، يفهموا بعض اكتر، نحط نفسنا مكان الاخر بشكل اكبر، فبالتالي كلمه ليرنينج كونفرسيشن بنليرن اباوت ايتش اذر بشكل اعمق واكبر علشان نقدر ان احنا نوصل للي احنا عايزينه، الا وهو الوين وين. ولو نفتكر في المره اللي فاتت كنا بنتكلم عن الايموشنال انتليجنس، وقعدنا نتكلم عن فكره اني لازم احط نفسي مكان الاخر واتعامل بفكر الاخر وابقى فاهم اللي قدامي عايز ايه، شخصيته عامله ازاي، الطريقه اللي بيفهم بيها الامور، الطريقه اللي بيقرر بيها الامور، ده على المستوى البيرسونال. نزود عليها بقى في النيجوشيشن ايه هي الاوبجكتيفز او النيدز او الوونتس اللي ممكن يكون الطرف الثاني بيدور عليها، عشان لما انا احاول اعمل لها ساتسفاكشن اخد قدامها الحاجه اللي انا عايزها. وهنا نرجع تاني لكلمه المايند سيت. المايند سيت لو هو فكره ان انا عايز اخلص او عايز احصل على شيء ما او عايز دلوقتي حالا اخد حاجه معينه، فهي بتبقى فيها برضو سورت اوف شورت تيرم وين وين، او برضو بتبقى فيها وين لوز بشكل او باخر. لكن لو هي حاجه فيها مايند سيت اوف
طول الوقت، انت مبسوط وانا مبسوط، انت مستفيد وانا مستفيد، فبالتالي هتكون فيها longer relationship، فيها more sustainable relationship، يعني علاقة فيها استدامة، وبالتالي طول الوقت احنا بن learn about each other، بنعرف اكتر عن الناس اللي حوالينا، فده بيسهل علينا كتير جدا 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 عملية النيجوشيشن بالمايند سيت الصحيح اوف وين وين. طيب عندنا نوعين من النيجوشيشن، واحد اسمه disruptive negotiation، وهو ان انا بحاول ان انا يعني اخد اكتر حاجة ممكنة، اخد شير اكبر، اخد اكتر من اللزوم. وفي integrative negotiation، وهو اللي احنا بنحكي عليه، انا بس بعرف المسميات عشان لو حد فينا بيحب يقرا او يعرف. integrative negotiation الا وهو ان انا بحاول اني انتجريت مع اللي قدامي، فبالتالي نحصل على نتيجة افضل. طيب عملية النيجوشيشن نفسها أو البروسيس نفسها إيه خطواتها؟ خلينا نتكلم عن خطوات النيجوشيشن أو البروسيس أوف نيجوشيشن بشكل عملي. أول حاجة وأهم حاجة وهي أكشوالي الكي لنجاح عملية النيجوشيشن هي البريباريشن. مفيش أي نيجوشيشن في الدنيا ممكن ينجح إلا لو معمول له بريباريشن كافي جدا جدا جدا. طيب حتى الشورت تيرم، يعني حتى لو انا بتكلم مع زميلي بس عشان يغطيني في اجازه، حتى لو انا مجرد بطلب مثلا بس حاجه بسيطه في شغلي، اخد اذن ساعه مثلا، حاجه زي كده، حتى لو انا بعمل ده. ليه؟ لانه انا لو بعمل ده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، فانا بعمل ده مع شخص لازم اكون حتى يعني مفكر لمده دقايق، حتى لو هي مجرد دقايق، مش لازم بريباريشن ايام واسابيع، يعني حتى لو هي مجرد دقايق، في اللي قدامي ليه ممكن يوافق على طلبي، وليه ممكن احصل على اللي انا عايزه بشكل فيه وين وين. ف يعني even if it's few minutes، فعمليه البريباريشن في منتهى الاهميه. طب البريباريشن ده بيشمل ايه؟ البريباريشن ده بيشمل ثلاث اسئله مهمين جدا جدا جدا، الا وهم: انا عايز ايه؟ نحفظ مع بعض بقى. انا عايز ايه؟ ايه الاوبجكتيف الحقيقي بتاعي؟ وهنعرف ليه ده مهم جدا دلوقتي. وانا عايز ده، يعني الاوبجكتيف ده انا عايزه ليه؟ يعني ايه الاوبجكتيف؟ وات؟ وليه؟ واي؟ ومن مين؟ هوم؟ يبقى في ثلاث اسئله لازم اسالهم لنفسي دايما قبل ما اعمل اي حاجه فيها سورت اوف نيجوشيشن. انا عايز ده ليه؟ وعايز ايه تحديدا يتم؟ وعايز ده من مين؟ لان احنا في الحقيقه بنتعامل مع اشخاص، وبتعامل مع اوبجكتيف. طيب ليه مهم قوي ابقى محدد الاوبجكتيف ويبقى كلير جدا 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 في عقلي قبل ما ابدا افكر في ان انا هنيجوشيت ازاي؟ لانه كتير جدا من عمليات النيجوشيشن بنتحط فيها تحت ستريس نفسي. ونرجع اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات في الايموشنال انتليجنس، وكنا بنقول انه الستريس بتاع البيرسونال ايشوز دايما بيخلينا او كتير بيخلينا ديستراكتد عن الاوبجكتيف. يعني احيانا ندخل في عمليه النيجوشيشن بمايند سيت صحيحه، وين وين وكل حاجه، لكن اللي قدامنا يبقى سواء متعمد او غير متعمد ضاغط علينا بشكل ما، او احنا مش حابين قوي التعامل معاه، او الوقت ضاغط علينا بشكل معين، او انا النيدز بتاعتي انا شخصيا التانية مخلياني مضغوط. يعني انا مثلا داخل عايز اوبجكتيف معين من قدامي، بس انا اكشولي مضغوط، فبالتالي نخرج من اطار الاوبجكتيف اثناء عمليه النيجوشيشن نفسها زي ما هنشوف كمان شويه. ازاي نخرج منها؟ نخرج منها تحت الاطار بتاع البيرسونال ايشوز. خلينا ناكد على النقطه دي، فانه دايما في عمليه الحوار ما بين اي طرفين، لو الحوار ده خرج عن الاوبجكتيف ودخل فيه او لمس في حته بيرسونال، او في ان التعامل ما عجبنيش، او اسلوب اللي قدامي مش افضل حاجه، او مش زي ما انا متوقع، ساعات كتير كتير جدا بياخدنا الديستراكشن بتاع انه ازاي يكلمني كده، او هو ليه بيعمل كده، او ازاي يتصرف كده، يعني نضغط كده، فنبدا يحصل لنا ديستراكشن نفسي عن عمليه النيجوشيشن نفسها، ونخرج عن الاوبجكتيف، فنلاقي نفسنا بنرد في حاجه ملهاش علاقه
بالاوبجكتيف نفسه، او بنبدا يبقى الحوار نفسه رايح في سكه غير عمليه، غير الاوبجكتيف اللي انا عايزه، وبعد ما نخرج من الموقف نقعد نلوم نفسنا او نقول يعني خساره انا ما عرفتش اوصل لحاجه برضو، فاصبحت وين لوز، بس بقى الوين هو الطرف الثاني، لان انا خرجت او عن شعوري، او انا اعصابي اتضغطت، او انا خلاص مش عايز، او يعني حاجات اللي هي بتخلينا مضغوطين. ولذلك اول نقطه بناكد عليها هنا هي فكره ان I have to be extremely clear about my objective. تاني حاجه، طيب الاوبجكتيف ده انا عايز منه ايه بالظبط؟ يعني انا ليه انا عايز ده ليه؟ واي؟ انا ليه عايز الاوبجكتيف ده؟ علشان اثناء عمليه النيجوشيشن احيانا بيبقى السولوشن او الحل اللي انا ممكن احصل عليه مختلف عن اللي انا كنت مفكر فيه. يعني لو انا مثلا عايز اجازه فده اوبجكتيف، اوكي انا عايز اجازه ده اوبجكتيف، طب انا عايزها ليه؟ انا عايزها علشان والله مثلا اخلص ورق معين، فلو يعني انا مش عايز اريح اعصابي ولا حاجه، انا بس في ورق معين، اجراءات حكوميه، مشوار ضروري لازم اخلصه. فلو انا قدرت اوصل في النيجوشيشن ممكن اللي قدامي يتفاوض معايا بشكل معين صحيح، زي ما هندي اكزامبلز كمان شويه، انه يحل لي مشكله الاجراء الحكومي ده، او يبعت حد مكاني، او يخلص لي الموضوع بالتليفون مثلا، يعرف حد معين يخلصه لي او حاجه زي كده، فبالتالي هو حل لي الموضوع. فطيب خلاص، يبقى انا الاوبجكتيف بتاع ان انا اخد اجازه اصبح ملوش معنى، لانه السبب الواي اللي عشانه انا عايز الاجازه اتحل، فاصبحت الاجازه في حد ذاتها مش مهمه. فانا كده قدرت ان انا اوكي فاين، انا خلصت اللي انا عايزه وانا قاعد في مكاني، وفي نفس الوقت ما اللي قدامي ما ادانيش الاجازه لان هو محتاجني في الشغل دلوقتي، لكن انا كمان مشواري تم وانا قاعد في مكاني. فخلاص هي مش قصه بقى اجازه وخلاص او عند، لا هي الاجازه كان ليها سبب، فالسبب ده ما بقى انه اتحل، فخلاص يبقى الاوبجكتيف نفسه اصبح يعني ملوش لازمه. فهنا بنتكلم في اني ابقى عارف الاوبجكتيف، لكن كمان لازم ابقى عارف انا عايز الاوبجكتيف ده ليه تحديدا. ثم اخر سؤال سالناه هو هوم، انا بتكلم مع مين؟ لانه نرجع بقى هنا للكوميونيكيشن، الطريقه اللي هكون بتبعها علشان اقدر احصل على اللي انا عايزه في عمليه النيجوشيشن مرتبطه بالشخص اللي قدامي. فنرجع نفتكر مع بعض فكره البيرسوناليتيز، الدرايفر والاناليتيكال والاكسبريسيف والايميبل وكل اللي احنا حكينا فيه المره اللي فاتت، هيكون في منتهى الاهميه عشان اقدر اتكلم مع اللي قدامي باستخدام اللغه والبادي لانجوج والبيهيفير في التعامل الصحيح اللي يتناسب مع الشخص ده، فنقدر ان احنا نطلع بحاجه افكتيف او يكون النيجوشيشن نفسه برودكتيف لينا احنا الاثنين. يبقى عندنا في عمليه البريبريشن ثلاث اسئله مهمين قوي محتاج اسالهم لنفسي بشكل فيه ثبات انفعالي، انا عايز ايه ليه من مين؟ دي ثلاث اسئله في منتهى الاهميه لازم اكون ناكد عليهم. اوبجكتيف، ايه هو اللي انا عايزه؟ عايزه ليه؟ واي؟ وعايزه من مين؟ هم. طيب بعد كده احنا بندخل بقى في عمليه النيجوشيشن نفسها، فبنروح لمرحله الدسكشن. جميل. فمرحله الدسكشن دي بيحصل انه كل حد بيبقى بيحط الكيس بتاعته. طيب انا هنا محتاج اكون في عمليه الدسكشن نفسها كلير وكونسايز، فاكرين 7 سيز؟ يا رب تكون فاكرينهم من المره اللي فاتت، كلير وكونسايز اباوت ماي اوبجكتيف. فلازم اكون كلير. يعني ايه كلير؟ يعني واضح بالنسبه للي قدامي، مش واضح بالنسبه لنفسي. وهنا نفتكر انه في الايفكتيف كوميونيكيشن ضروري جدا اكون كلامي كله واضح للي قدامي مش واضح لنفسي. فنيفر اسيوم، نيفر اسيوم قاعده ذهبيه في الكوميونيكيشن بشكل عام. نيفر اسيوم ان اللي قدامي فاهمني لمجرد ان انا متخيل انه المفروض يبقى فاهمني. لا، انا لازم اكون كلير انف اباوت ماي اوبجكتيف، كلير انف بالنسبه للشخص اللي قدامي في كل الكلمات اللي بستخدمها، في الاسلوب اللي انا بتكلم بيه، في البادي لانجوج وكل التفاصيل دي، واكون كونسايز محدد جدا في، واكون مرتب في كلامي، كلامي ماشي لوجيك. فلو انا على سبيل المثال بطلب اجازه، فانا لازم يكون كلامي لوجيك مع اللي قدامي، انه والله في سيتويشن معين، خلينا بقى نكتب مع بعض النقط دي، في سيتويشن معين مطلوب عشان تاسك معينه انا لازم تحصل، فبالتالي الاكشن اللي انا طالبه هو ايه، واخيرا الريزلت اللي انا عايزها هتكون ازاي. وهنا احنا قلنا اربع حاجات، قلنا سيتويشن، لو معانا ورقه وقلم يا ريت نكتب، سيتويشن، تاسك، اكشن، ريزلت، ستار. دي بنسميها في الكوميونيكيشن ستار رول، ستار اربع حروف، سيتويشن، تاسك، اكشن، ريزلت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما احب ان انا اعرض على اللي قدامي موقف معين بطريقه فيري فيري افكتيف وفيري فيري كونسايز وبتروح تو ذا بوينت على طول،
بينصح دايما ان ترتيب الكلام يكون كالاتي: situation، انا بشرح بدي السياق العام بتاع الموضوع ده situation، وبعدين بقول ايه المطلوب task، وبعدين بقول الاكشن اللي انا عايزه يتم، وبخلص كلامي بالريزلت اللي انا عايز اخدها قبل وانا طالع. فوالله احنا انا دلوقتي في موضوع الفلاني كذا كذا كذا، الموضوع ده محتاج مني كده سيتويشن، ها الموضوع ده محتاج مني ان انا اروح المشوار ده مثلا في الشهر العقاري، ادي تاسك، فانا محتاج اخد او محتاج لده مشوار هيستلزم مني ان انا اكون من 8 الصبح في الشهر العقاري، ومش قبل الساعه 1 او 2 هخلص، فده الاكشن. فالريزلت ان انا محتاج بكره اجازه عشان اقدر ان انا اروح المشوار ده. طيب هو انا ليه لازم يعني، او ليه ينصح باتباع الرول دي؟ لان ده بيخلي دماغي اللي قدامي او عقل اللي قدامي هو كمان مترتب ووصل له المعلومه بشكل شامل، وفي نفس الوقت تو ذا بوينت من غير كلام كتير، ومن غير ما ابقى مضطر اقعد اروح واجي في الكلام. انا كده اديتك السياق العام، انا عندي موضوع فوق معين، اديتك تاسك معينه، انا لازم اروح الشهر العقاري في وقت معين، الاكشن ان الشهر العقاري ده لازم اكون فيه من 8 الصبح بشكل وكذا، وهياخد مني 5 6 ساعات، فالريزلت ان انا اي هاف تو ان انا اخد يوم اجازه كذا كذا علشان اقدر اروح. ده مبدئيا الطريقه اللي المفروض يتعرض بيها الامور. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ كلير جولز. كلير جولز، فانا خلاص انا كده زي ما شرحنا، انا عندي ريزلت معينه، انا عايز الاجازه دي عشان كذا، عشان الحاجه الفلانيه. طيب هل ده كافي؟ لا، انا محتاج ان انا اكون بدي للي قدامي الحاجه اللي تطمنه، الوين وين. طب ايه الحاجه اللي تطمنه هنا بقى؟ ان هو انا لازم اكون عامل بريباريشن زي ما اتفقنا. هو اللي قدامي ليه يوافق لي على الاجازه؟ قدامي يوافق لي على الاجازه لو هو مطمن، خلي بالكم الكلمه دي، لو هو مطمن انه والله الشغل مش هيعطل، او التاسك اللي مطلوبه مني هتتم في ميعادها، وبالتالي لازم اقدم له مباشره هنا حلول بتهدف الى الوين وين، انه وفلان الفلاني انا سلمته التاسك دي وهيغطيني، او فلان الفلاني هيغطيني في الوقت ده، او انا اوريدي خلصت اللي كان مطلوب مني بكره فانا تمام، او انا هقدر ان انا اخلص الحاجات دي في الوقت الفلاني، او انا بكره مفيش حاجه ارجنت وهقدر ان انا اريس كاريول اللي ورايا بالشكل ده، فبالتالي انا هقدر اخد اجازتي مفيش مشكله. يبقى انا كده حطيت كمان السولوشن المتوقع ان اللي قدامي يبقى بيفكر فيه. يبقى انا هنا لازم اكون في عمليه البريبريشن، عملت ايه؟ عملت تفكير عميق لايه الحاجه اللي ممكن تخلي اللي قدامي ما يوافقش او يوافق على اللي انا جاي اتكلم فيه، فبالتالي انا اوريدي بعرض السولوشن او الحلول اللي تساعدني على الوصول الى الوين وين سيتويشن. اذا هنا وصلنا الاجريمنت، طبعا احنا في كل واحده من دول هنقف نتكلم شويه، يعني هرجع تاني اخد البروسيس دي واحده واحده عشان ادي عليها اكزامبلز، لكن احنا بس بنمشي في البروسيس وهنرجع نحكي فيها تاني. اذا وصلنا الاجريمنت هبقى محتاج هنا ان احنا نسمرايز وناخد على طول مع بعض اتفاق واضح على الاكشنز اللي هتتم، اتفاق واضح على الاكشنز اللي هتتم. يعني في نهايه القعده خلاص احنا اتفقنا على ان انا هاخد الاجازه بشكل معين، وفلان هيعمل كذا، وانا حريص كاريو للتاسكس اللي فاضله بالشكل ده، ويوم بعد بكره انا هاجي اعمل 1 2 3. يبقى انا كده خلاص اتفقت على ده وبشكل كونفيرمد، فبالتالي احنا وصلنا لاجريمنت واضح. طب احنا ليه يعني نعمل كل ده؟ نعمل كل ده لان ده اللي بيساعدنا ان احنا في الوركينج انفايرمنت بتاعتنا واحنا بنشتغل في اي مكان. انا طبعا بكلم الناس اللي لسه ما اشتغلتش والناس اللي اوريدي بتشتغل من حضراتكم، لانه في الوركينج انفايرمنت مش كافي ابدا ان انا اكون شخص تكنيكلي شاطر، لا ده انا مهم جدا كمان اكون كامبلوي يعني بروفيشنال، لازم اكون امبلوي او موظف او يعني حد عضو في اي مكان اكون بروفيشنال، فمش بس اكون تكنيكلي حد شاطر في شغلي، لا كمان مهم جدا ان انا اكون بروفيشنال في الكوميونيكيشن بتاعتي انترنالي، لان ده اللي بيخلي الانسان مستريح في شغله، شغال في وركينج انفايرمنت محترمه، قادر ان هو يحصل على احترام الناس وتقديرهم، فتبقى امور الوركينج انفايرمنت بشكل عام ماشيه بشكل برودكتيف. طيب نرجع تاني نبص بقى هنا على الاسئله اللي احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا في الواي، واتكلمنا في الاوبجكتيف، واتكلمنا في هوم ام اي اسك، يعني اي ام اسكينج عشان اقدر اخد الوين وين، فدي 3 اسئله مهمين. اوكي هنا بقى في عمليه البريباريشن، لما نرجع تاني نقف عند نقطه البريباريشن، في كلمتين اي حد قرا او بيحب يقرا او يسمع او يتفرج على
على السكيلز هيلاقيهم ثابتين، ودي مبادئ ومفاهيم عامه في عمليه النيجوشيشن لازم تكون واضحه جدا بالنسبه للجميع. ايه هي الكلمتين دول او ايه هما المفهومين دول؟ هما اللي احنا شايفينهم قدامنا دلوقتي اختصار الخمس كلمات الاولانيين اللي هو بيست alternative تو نيجوشيتد اجريمنت، واحنا متعارف على الكلمه دي في علم النيجوشيشن اسمه بطنه. بطنه بطنه يعني ايه؟ يعني بيست alternative تو نيجوشيتد اجريمنت. وفي مفهوم تاني اسمه زوبا، زوبا اللي هو زون اوف بوسيبل اجريمنت. طب ايه الكلمتين دول وايه المفهومين دول؟ الكلمتين دول هما كالاتي: بطنه بيست alternative تو نيجوشيتد اجريمنت هو بكل بساطه المفهوم اللي بيعرفنا عند انهي نقطه بالظبط، او ايه هي الحد الادنى، الحد الادنى اللي انا عنده اوافق على الاجريمنت واقول اوكي وابقى كده طلعت وين وين، اللي تحتيه على طول يعني اللي هو بعده على طول لازم اريجكت، لانه هيبقى موافقتي في الحاله دي خساره ليا، هتتقلب وين لوز وانا اللي هبقى لوز. يبقى ايه هي مفهوم البطنه؟ مفهوم البطنه هو الحد الادنى لطلباتي، الحد الادنى لطلباتي اللي هو بعده لو انا وافقت على حاجه كمان او انا اتنازلت عن حاجه كمان هكون انا اللي خسران، فهتبقى العمليه هنا وين لوز، اكون خرجت عن الاوبجكتيف بتاعي. الله، احنا من شويه كنا بنقول بريباريشن ايه؟ اوبجكتيف. انا عايز ايه؟ ليه؟ من مين؟ عشان من مين دي اللي هي فكره انا هاخده ازاي؟ طيب يبقى انا هنا لازم ابقى عارف ايه هو الاوبجكتيف بتاعي بشكل كلير بيني وبين نفسي، وايه هو الحد الادنى المقبول بالنسبه لي في تحقيق الاوبجكتيف ده، علشان بعده على طول ابقى عارف اني لا اي هاف تو ريجكت، والا هبقى انا كده اللي لوزنج. العمليه دي ليه خطيره جدا؟ لانها يعني ايزير سيد ذان دان، سهل جدا اللي احنا بنقوله دلوقتي ده ككلام بيتشرح، لكن حقيقه الامر للناس اللي بتراكتس ده في حياتها عارفه انه قد ايه ده صعب، ان احنا جوه عمليه النيجوشيشن نفسها لو احنا مش بريبيرد انف، مش جاهزين كفايه، بيكون تحت الضغط النفسي بتاع عمليه النيجوشيشن نفسها بيكون احيانا كتير الضغط النفسي بيخرجنا عن الاوبجكتيف، فممكن نوافق على حاجات بعديها نندم عليها او نرفض حاجات بدري تخلينا نخسر الاوبجكتيف نفسه، يعني نبقى ديستراكتد بشكل ما لاننا مش عارفين، مش محضرين نفسنا كفايه ايه هو الحد الادنى لطلباتنا، فممكن نيجي في لقطه معينه او في لحظه معينه نرفض وما نكملش عمليه النيجوشيشن، وبعدين نرجع نندم اللي هو طب انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ما انا كان زماني خدت اللي انا عايزه، او على الاقل جزء من اللي انا عايزه احسن من اللي حصل ده. او العكس، ان انا اوافق جدا على حاجات فيها تنازلات وبعديها اجي اقول لا هو ايه ده؟ ده انا ضحكت على نفسي، ده انا كده انا اللي خسران. فمهم قوي في عمليه البريباريشن اكون انا جاهز بيني وبين نفسي، مش بس بالاوبجكتيف ومش بس بالواي وبالهوم، لا كمان لازم اكون جاهز ايه هو الحد الادنى اللي انا عنده هوافق، وبعديه انا لازم ارفض والا هطلع خسران. طيب ايه هي الزوبا؟ زون اوف بوسيبل اجريمنت هي المساحه ما بين الاثنين، المساحه ما بين اللي انا عايزه اللي هو افضل ريزلت ممكنه ممكن احصل عليها في عمليه النيجوشيشن، والحد الادنى في بينهم مساحه، ما هو مش اول اور دون، عمر ابدا النيجوشيشن ما تنفع باول اور دون. وخلينا هنا ناخد اكزامبل الناس اللي بتفاصل في الاسعار رغم ان ده مش نيجوشيشن، لكن مثال قريب يعني اي حد بيفاصل عارف انه لازم يرفع السعر مثلا بقيمه، نقول زي لعيبه الكوره كده، انا لو بحصل على مليون جنيه فانا عايز اخد السنه الجايه مليون و200، فلازم ابدا من مليون ونص مثلا او مليون و400 عشان اقعد انيجوشيت لحد المليون و200 اللي هو بالنسبه لي حد ادنى، لان انا لو ابتديت بالحد الادنى بتاعي هبقى انا كده في الاول اور نان، هبقى زنقت نفسي جدا ومش عارف اطلع من ده. فضروري جدا ابقى عارف كمان ايه الرينج اللي انا بتفاوض فيه من الطلبات. مهم جدا ان انا ابقى حاطط طلبات محدده، لكن كمان ابقى بيني وبين نفسي عارف ان الطلبات دي هي افضل سيناريو ممكن، وابقى عارف ايه الزون اللي انا ممكن جواه اقبل لحد الحد الادنى. يبقى البطنه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه هي الحد الادنى وما فوق الحد الادنى لحد الماكسيمم اللي هو احسن سيناريو ممكن، ده اللي احنا بنسميه زون اوف بوسيبل اجريمنت او مفهوم الزوبا في عمليه النيجوشيشن. طيب قبل ما افتطرد، هل في اي حد عنده اسئله؟ يعني انا حابب ان انا اقف هنا واسمع من حضراتكم اي اسئله عشان نقدر ندي امثله ونكمل. لو في اسئله اكون يعني مع حضراتكم تحت امر. طبعا في
اتفضل. مفيش اسئله خالص، كل نقول حاجه حاجة واضحه. تمام كده. اه اتفضل اتفضل، نكمل. طيب واضح ان مفيش اسئله صفار، فمفيش مشكله، خلينا نكمل. طيب انا هدي اكزامبل كده لحضراتكم، مشهور جدا في علم النيجوشيشن. لو عندنا ثلاث افراد، الثلاثه دول عارفين قرع العسل صح؟ بامكن، قرع العسل. لو عندنا ثلاث افراد يعني بيعملوا نيجوشيشن على ثمره قرع عسل واحده، يعني عندنا ثمره واحده قرع عسل وثلاثه بيعملوا نيجوشيشن، كل واحد فيهم عايزها ولجأوا لك، يعني لجأوا لحضرتك قالوا لك والله احنا الثلاثة عايزين الثمرة دي وكل واحد فينا يعني مصر ان ياخدها، باللي احنا اتعلمناه دلوقتي تفتكروا ايه اول سؤال لازم اسأله لو انا بحكم ما بينهم؟ عايزينها ليه؟ كل واحد فيهم. الله يفتح على حضرتك، عايزينها ليه؟ عايزينها ليه؟ لان هو ده اللي هيخلينا نتفاهم. طيب حد فيهم عايزها علشان جعان، والتاني عايزها علشان يزرع قرع عسل، والتالت عايزها عشان يعمل بيها ديكور في الهالوين مثلا. هل نقدر نطلع هنا بحلول الثلاثة؟ ايه رأي حضرتك؟ هل في حلول ممكن نعملها؟ متهيألي للي يزرع. اللي هيزرع. طب الاتنين التانيين كده هيبقوا خسروا، ما هو طب انا جعان والتالت عايزها عشان يعمل ديكور. وعلى حسب انا برضو انا اصنف ايه يعني، انا هل انا مالك البامكن، هل انا هستفيد من اللونج يعني، يعني انا هستفيد ايه برضو؟ ما هو انا لو اديتها للي جعان هو اوكي طبعا صدقه وكل حاجه وربنا هيجازيني خير، بس انا لو اديتها للجعان انا هستفيد ايه؟ انا كده لوز، هو وين وانا لوز. بس اللي هو اللي بيزرع ده ممكن بقى نيجوشيت معاه بقى، يبقى لي بقى نسبه من الارباح اللي هو هيبيعها بقى بعد كده، يبقى ده هيبقى وين وين. طب لو احنا عايزين الثلاثه يطلعوا وين يا باشمهندس؟ لو عايزين الثلاثه يطلعوا وين ممكن نفكر ازاي؟ خلي بالك من الاوبجكتيف اللي مطلوب، واحد عايزها ديكور، وواحد عايز البذور بتاعتها عشان يزرع، وواحد عايز ياكل. فعايزين الثلاثه يطلعوا كسبانين. انا ادي يعني ما يعني ما اعرفش هل هم يعني ريليتد لبعض، لو ريليتد لبعض دي اللي ياكلها يدي البذور للي هيزرع، واللي يزرع يدي واحده ديكور للي هياكل. واحنا ممكن جدا انه اللي هيزرع ياخد البذور، واللي هياكل ياخد يعني الكونتنت الداخلي بتاع القرع العسل، والقشره الخارجيه ياخدها اللي هيعمل بيها ديكور، مش كده؟ بالظبط تمام بالظبط كده. احنا نقدر نطلع بحلول، لانه كل واحد لو عرفنا هو عايزها ليه هنقدر نديه الحل اللي هو عايزه، لان اكشولي لو عايز ثمره قرع العسل، اللي عايز ديكور ده هياخدها يفضيها من جوه، يرمي اللحم بتاعها ويرمي البذور وياخد القشره بس. طب خلاص يا عم، ما تاخد القشره وهات اللحم بتاعها اديها للي جعان، وهات البذور اديها للي هيزرع. يبقى انا كده قدرت اطلع بحلول مختلفه شويه، لكن الثلاثه طلعوا وين، فانا كده وصلت وين وين للثلاث اطراف. السؤال بتاع واي هو اللي عرفنا النتيجه، هو اللي عرفنا ازاي نقدر نخلي الثلاثه تمام. هي نفس الفكره في الحياه، انا في الاخر لو قدرت ان انا اسال ليه، فبالتالي هقدر ان انا اطلع حلول مختلفه تخلينا قادرين نراضي الكل. طيب لو احنا بنعمل نيجوشيشن على رفع مرتب مثلا، انا دلوقتي داخل بتكلم مع الاتش ار او ايا كان صاحب القرار، انا عايز ارفع مرتبي او بنيجوشيت على الانوال انكريز بتاعي او كذا، ايه الخطوات اللي ممكن ابقى بفكر فيها قبل ما ادخل اطلب طلب زي ده او انيجوشيت على طلب زي ده؟ حد كده من حضراتكم يعني ناخد ديسكشن كده في الموضوع ده؟ لو ممكن اسال سؤال يا باشمهندس فاضل. طبعا اتفضل اتفضل. هو لو احنا اصلا عندنا الثلاثه اللي في الاول دول، لو هم لو في اثنين عايزين نفس عايزينها لنفس الغرض، يعني في اثنين عايزينها عشان ياكلوها، نعمل ايه؟ حلو جدا. ايه طب يعني تعالى نفكر فيه، ايه اللي ممكن، ايه ممكن اولا قول لي الغرض الاول وبعدين نتكلم في ده. تمام.
يعني تعالى ناخد الغرض مثلا ان هما التلاتة عايزين ياكلوا، فرانس حضرتك سامعني؟ مع حضرتك انا يعني الغرض ازاي مش فاهم. انا بقول لحضرتك ايه يعني، حضرتك بتقول لي لو الثلاثه مشتركين في نفس الاوبجكتيف مش كده؟ تمام. انا فهمت صح؟ تمام. تمام. لو الثلاثه عايزين ياكلوا مثلا، فاحنا اكيد ممكن نقسم البامكن. لو الثلاثه عايزينها ديكور، فاكيد احنا هنا محتاجين بقى ان احنا نوصل لحل يرضي الثلاثه. يعني انت عايزها تعمل ديكور بيها فين وليه؟ عايز تحتفل بالهالوين؟ عايز تعمل ايه؟ يعني هنا لازم ندخل بقى في السياق العام ونبدا ان احنا نذاكر اكتر. ففي اسئله كتير هنا لسه ما تجاوبش عليها، اسئله زي ده مين وده مين وده مين وده عايز ده ليه، وممكن يبقى حد فيهم عنده اولاد، حد فيهم موضوع واسهل من التاني، حد انا ممكن اراضيه بحاجه معينه. يعني كل حد فينا يعني هنا لازم اسال اسئله كتير قوي، لانه ده تشالنج. هو ايه الغرض التفصيلي وايه السياق اللي هما بيطلبوا فيه الموضوع ده؟ فهنا مش هيبقى كفايه ابدا ان انا اعرف بس الاوبجكتيف، لا انا كمان لازم ابقى عارف السياق العام، فبالتالي لازم اذاكر دول مين. احنا قلنا في ثلاث اسئله لازم اسالهم، اوبجكتيف واي، وكمان السؤال الثالث هو دول مين. فهنا انا ما عنديش معلومه هو مين، وبالتالي هو مين دي هي اللي هتساعدني في ان انا افكر في الحل بتاع الموضوع. فهنا في ميسنج داتا محتاجه بريباريشن. حضرتك معايا يا باشمهندس؟ حضرتك تمام يا باشمهندس. تمام. طيب نرجع لسؤالنا بقى، لو انا دلوقتي عايز ادخل على حد اطلب منه ريس في السالري، ايه البريباريشن بيني وبين نفسي اللي انا هبقى محتاج افكر فيه؟ عايز من حضراتكم كده نفكر في حاجه. مين ممكن هو طبعا يشرح عنه؟ اتفضل. أسباب الطلب في الزيادة ديت، مثلا سبيل مثال مثلا إن هو اشتغل بقى فترة كتيرة في الشركة، خبرته زادت، فالمفروض يعني إيه يحسن مرتبه زيادة يعني، أو قد يربطها بوضع اقتصادي ما، عروض أكتر في أماكن أخرى. تمام. يبقى دلوقتي حضرتك قلت اكتر من حاجه، الحاجه الاولانيه اكسبيرينس. الاكسبيرينس دي هل كده ككلمه مجرده كافيه ان انا احصل على سالري اكبر، ولا محتاجه تترجم لريزلتس؟ لا ما طبعا ما اكسبيرينس معناه ان انا خلاص يعني ممكن اعمل مثلا شغل كنت بقوم بيه مثلا في يومين اقدر اعمله في يوم، او اعمل في نفس الفتره كميه شغل اكتر كده. بالظبط. يبقى لازم اترجم، يبقى مش كفايه ابدا ان انا اقول بيني وبين نفسي ان انا عشان عندي دلوقتي اكسبيرينس فانا هاخد حاجه معينه، لا انا لازم كمان اترجم ده لريزلتس، مش كده؟ ده في البريباريشن. انا بما اني عندي اكسبيرينس فانا هقدر افيد الشركه في ايه يساوي فلوس اكتر، مش كده؟ ادي نمره واحد. طيب نمره اتنين، حضرتك قلت عندي عروض تانيه، طب هل عندي عروض تانيه دي حاجة أحطها على الترابيزة من أول كلمة، ولا أستخدمها إمتى كورقة نيجوشيشن؟ في الآخر طيب هل فكرة عندي عروض تانية دي يعني بطنة؟ يعني هل هي، خلينا نبص كده على السلايد دي، يعني إمتى تبقى فكرة، يعني إمتى الحد الأدنى اللي أنا عنده هرفض خالص واقول والله لا انا هستقيل واخد الاوفر التاني؟ هل انا prepared enough؟ يعني انا مرتب بيني وبين نفسي الحد الادنى لطلباتي عشان اقدر اقول والله انا عندي، يعني قبل ما اقول انا عندي اوفر تاني لازم اكون عارف انه انا هقدر فعلا احصل على الاوفر التاني، لان الحد الادنى اللي انا هقبل بيه من السالري انكريز او وات ايفر اللي انا عايزه ده لازم يكون انا مذاكر كويس قوي 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 الموضوع ده، والا انا ممكن الاقي نفسي اضطريت ان انا يعني حفاظا على كرامتي اقول انا ماشي فعلا وفي الاخر اطلع خسران، او ان انا الاقي نفسي سوري في الكلمه جبت ورا تراجعت يعني
وبالتالي هيبقى انا كده اتحطيت نفسي في موقف مش لطيف. فبالتالي الاوراق اللي انا هستخدمها في النيجوشيشن دي لازم تكون متذاكره كويس جدا. حضرتك معايا؟ تمام. تمام. كمان بتهيألي يعني حاجة برضه نقطة زي دي ما ينفعش تطلع إذا كان ليها بدائل كمان، يعني لو في حد غير هيقوم بالشغل ده فمع السلامة على طول، يعني حتى لو ايوه بالظبط، انا لازم اكون نقطة مذاكر مهمة. السياق العام، انه ممكن يكون في حد تاني اوريدي ممكن فعلا يقوم بالشغل ده، فبالنسبه للي قدامي برضو انا لازم ابقى بريبيرد انف ان انا ابقى عارف اللي قدامي خلاص بيفكر ازاي او ظروفه ايه او السياق اللي هو فيه ايه، مش كده؟ بالظبط كده، لازم اكون حاطط نفسي قبل اي حاجه مكان الطرف الثاني بالكامل، ولذلك لازم اكون مذاكر كويس جدا 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 الطرف الثاني ده، هو ايه الاوبشنز اللي عنده؟ ايه ده؟ يعني انا محتاج ابقى فاهم البطنه بتاعت اللي قدامي. دي نقطه مهمه قوي، لازم احاول ان انا اذاكر هو اللي قدامي هو كمان ايه الحد الادنى اللي هو ممكن بعديه يقول لك لا والله اسف نو واي اللي انت بتطلبه ده نو واي. فلازم ابقى عارف ايه هو البطنه بتاعت الطرف الثاني كمان، مش بس البطنه بتاعتهم يعني. بتاعتي، لا كمان البطنه بتاعت الطرف الثاني. تمام تمام. تمام حلو جدا. اذا مهم جدا ان انا ابقى مذاكر البطنه بتاعتي والبطنه بتاعت اللي قدامي، زوبا الزون اوف بوسيبل اجريمنت بتاعتي انا وبتاعت اللي قدامي. فانا برضو قبل ما اخش نيجوشيت على سالاري لازم ابقى عارف هي ايه الاوبشنز بتاعت الشخص اللي قدامي ولحد فين هو ممكن يوافق، وايه الاوبشنز التانيه اللي قدامه من غير اسامبشنز افتراضيه. لا انا لازم اكون مذاكر فعلا الاوبشنز، مين تاني موجود في الشركه، انا فعلا الخبره اللي بقدمها بتضيف ايه زياده، اللي بضيفه ده يساوي تقريبا ايه وكام، السوق بشكل عام في شركات تانية عامله ازاي، ايه الاوبشنز اللي ممكن الشركه تعملها في حاله ان انا فعلا مش موجود النهارده، يعني لو انا مش موجود النهارده الشركه هتعمل ايه، لان دي الطريقه اللي قدامي هيفكر بيها. طب لو انا شغال وانا متضايق هي الشركه ممكن تفكر انها هتخسر ايه. فبالتالي انا لازم اكون مفكر في الشركه مثلا في الحاله بتاعتنا دي، او الشخص اللي قدامي بيفكر ازاي وبيعمل ايه، زي ما انا بفكر في نفسي ايه هي البطنه دي، عشان اقدر ان انا لما ابدا ان انا اعرض الموقف بتاعي بالطريقه بتاعت الاصدار وكل حكينا فيه ده، ابقى عارف انا اللي قدامي هيبقى بيفكر في ايه، فابقى عارف انيجوشيت معاه في الاطار ده وابقى عارف ارد عليه. كل ما هبقى بريبيرد كفايه وعندي معلومات اكتر، كل ما هقدر ان انا انيجوشيت بثبات انفعالي وقوه اكبر. حضراتكم معايا؟ تمام يا باشمهندس دكتور احمد. ممتاز، اتفضل في سؤال؟ طيب لو مفيش اسئله خلينا نبص مع بعض هنا على شويه نقط. مهم جدا زي ما احنا شايفين كده اننا نعرف زي ما قلنا اور بيست الترناتيف تو نيجوشيتد اجريمنت، وان احنا نعمل لها ديفلوبمنت بليست اوف اكشنز بيننا وبين نفسنا، يعني كل حد فينا يبقى في اي حاجه هيعمل فيها نيجوشيشن حاطط في دماغه لسته للحد الادنى زي ما اتفقنا، وان انا اخد بالي من الحد الادنى بتاع الشخص اللي قدامي كمان، وبناء عليه ابدا ان انا احدد الزوبه بتاعتي عشان ادخل على النيجوشيشن. يبقى البريباريشن هو الحاجه الاساسيه. طيب الجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو في حاله ان الطرف اللي قدامي مش عايز وين وين، او اشطر مش عايز وين وين، خلينا نقول ان هو بيحاول يبقى اشطر او بيحاول ان هو يستخدم تاكتكس معينه علشان ياخد بيها اكبر وين ممكنه. في الحقيقه علم النيجوشيشن مليان تاكتكس كتير جدا، واحنا هنا هنعرض لبعضها، يعني مش لكلها لكن بعضها اللي هو يخلينا او يعني بعض الامثله اللي هي بتستخدم كومنلي بشكل واسع وخاصه في الوركينج انفايرمنت، وهم الحقيقه ثلاثه تاكتكس اساسيين. الثلاثه التاكتكس الرئيسيين دول هم ثلاثه اللي احنا شايفينهم دلوقتي قدامنا: deliberate deception, psychological warfare, واخيرا positional pressure. deliberate deception معناها ان اللي قدامي بيحاول ان هو يخدعني عن عمد، بيحاول ان هو يستخدم شويه معلومات او شويه فاكتس، بالبلدي كده بيشغل دماغه عليا، يعني بيحاول ان هو يعني يخادع في الكلام، يلاوع في الكلام، يماطل في الكلام،
وده بيبقى اعتمادا على شطارة الكلام، القدرة على العرض، شوية معلومات ممكن تبقى موجودة اعتمادا فيها على ان انا مش عارف، زي ما يقول مثلا والله انت عارف ان شركة كذا بتدي كذا، انت عارف ان فلان فلاني صاحبي في شركة كذا عنده مشاكل فلانية، انا بقول لك بس عشان انصحك مش عشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ويبدأ يحاول يلعب في دماغ اللي قدامه بشكل متعمد علشان يحاول يخليه ديستراكتد. دي حاجة الأولانية وهنرجع نتكلم فيها. الحاجة التانية سايكولوجيكال وورفير، إن هو يضغط نفسيا على اللي قدامه لو حس إن هو ينفع يتضغط عليه، يعني ينفع نفسيا يعمل له عملية ثريتنينج شوية، أو إن هو يستميله بالحب كده وبالكلام اللطيف والمرهمة، يعني زي ما إحنا بنقول في الشركات أو كده. والحاجة الأخيرة بوزيشنال بريشر، اللي هي فكرة إن أنا بضغط عليك بالبوزيشن والأثوريتي بتاعتي، ان انا بقول كده وهو لازم كده، وانا البوزيشن بتاعي يسمح لي ان انا اقول لك كذا، فبالتالي بيضغط بالبوزيشن فيحطك في الحته بتاعت انه مش عايز انك يعني مش هقدر اتعدى البوزيشن بتاعه. عندنا هنا ثلاثه تاكتكس، الثلاثه فيهم لعب على الايموشنز لو واخدين بالنا الايموشنز، لانه الاولانيه الخداع ده بيلعب على الايموشنز بتاع ان انا اخليك تحس انه ايه ده انت كلامك صح، او ان انت انا مش عارف ارد عليك او مش لاقي حاجه اقولها لك. ودي بتبقى معتمده هنا على فكره نقص المعلومات او عدم التحضير الكافي. يبقى الحل فيها ايه كده لو يعني من اللي احنا لسه حاكينه دلوقتي، تفتكروا الحل ايه لو اللي قدامي بيحاول يستخدم حاجه زي كده؟ يعني هي في مرحلتين للحل هنا، تفتكروا ايه المرحله الاولى وايه المرحله الثانيه؟ حضراتكم معايا؟ ما هقولك، أنا بتهيألي يعني بما إن هو بيخلعك فأنت أكيد برضه مجهز له، متوقع منه هيكلمك إيه أو الخدع بتاعك. أيوه، يبقى أنا لازم يكون الإكسبكتيشنز بالظبط، التوقعات، لازم أكون مذاكر كل التوقعات الممكنة، يكون عندي أكبر داتا ممكنة عن اي موضوع انا داخل انيجوشيت عليه. يعني لازم اكون عامل ماي هوم ورك بشكل كبير جدا في ان انا اخد معلومات كتير. طيب لو انا اثناء عمليه النيجوشيشن حصل حاجه زي كده والمعلومه بالنسبه لي صادمه او غريبه، هنا في حاجتين مهمين قوي، لازم يكون عندي من الثبات الانفعالي ما يكفي، وده اللي كنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت، ونمره اتنين الاكتف ليسننج. بالتالي اكد من الكلام ده وكده ارد عليك. طيب بالظبط. طب خليني اكونفيرم، خلينا نشوف ده مع بعض، طب خلينا نبص على اللي حضرتك بتقوله ده ونناقشه. يبقى هنا الاكتف ليسننج مهم جدا علشان اقدر ان انا القط الكلام اللي بيتقال ده عباره عن ايه، وابدا اتناقش فيه كموضوع بره الضغط النفسي وبره ان انا اشتت نفسي بفكره انه ان انا مضغوط، او ان اللي قدامي ده ايه ده، ما يمكن كلامه صح، ما يمكن كذا، فيبدا عقلي الباطن يشتتني. لا، انا هنا لازم اكون مركز جدا ان احنا بنبص على المعلومه اللي بتتقال قدامي بشكل مجرد، وتعالى نناقشها بشكل مجرد وفندها بشكل مجرد. وده بيستلزم تحضير كافي نفسيا عشان اقدر اكون عندي ثبات انفعالي واكتف ليسننج، ادرب نفسي عليه كويس قوي واعود نفسي عليه كويس قوي في كل تعاملاتي اليوميه، عشان في اي عمليه نيجوشيشن الاكتف ليسننج سكيل او مهاره رئيسيه جدا، وبدونها اي نيجوشيشن هيكون يعني غالبا هطلع منه خسران. الاكتف ليسننج يعني محور وركيزة أساسية كمهارة عشان أقدر إن أنا آخد أو أكس أو أوصل لوين وين سيتويشن في أي عملية نيجوشيشن. فهنا المعلومات والمذاكرة مهمة جدا، وفي نفس أو التحضير يعني، وفي نفس الوقت إن أنا أبقى مركز جدا على الاكتف ليسننج وعلى الثبات الانفعالي بتاعي، ويكون دايما عيني على الاوبجكتيف. احنا واحنا بنتكلم في البريباريشن قلنا الاوبجكتيف نقطه رئيسيه جدا، فبالتالي عيني على الاوبجكتيف وعيني انا عايز الاوبجكتيف ده ليه، ومركز جدا مع الكلام اللي بيتقال عشان افنده بدون ان انا ادخل نفسي، يعني اقبض على نفسي كده وارجع نفسي من هناك لو لقيت ان انا بروح في حته سايكولوجيكال، او بروح ابقى ديستراكتد، او ان انا ابتديت اتشتت مع المعلومه بتقال لا 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 لا، فوق نفسي كده، ركز، هات المعلومه دي حطها على الترابيزه وتعالى نفندها ونتكلم فيها من غير ما ابقى بضيع الكونفرسيشن في موضوع تاني. لا، انا هنا بكلمك في موضوع معين اللي هو يا باشمهندس انا بتكلم مع حضرتك عن 1 2 3، فخلينا في موضوعنا عشان ما اروحش واتشتت والاقي ان النيجوشيشن هربت مني وراحت في حاجه تانية خالص، واخرج من المكتب يعني بخفايا حنين ما عملتش حاجه. فدي نقطه مهمه جدا،
يبقى هنا البريباريشن وماي هوم ورك، ونمره 2 اكتف ليسننج وثبات انفعالي. طيب سايكولوجيكال وورفير، هنا انا لازم اركز على الاوبجكتيف وبرده تاني الثبات الانفعالي، ان انا اكون بريبيرد وعندي اكسبكتيشنز، لان غالبا اللي بيحصل في الضغط النفسي هو فرق الاكسبكتيشنز، ان انا متوقع حاجه واتصدم بحاجه تانية، فما ينفعش هنا ابني على التوقعات، انا لازم هنا ارسم كل السيناريوهات، ولو عايز ادخل على عمليه نيجوشيشن لازم اكون راسم أسوأ سيناريو ممكن وحطه في دماغي وحاطط قدامه حلول. يعني لو انا بتكلم مع اللي قدامي حتى لو في موضوع بسيط جدا زي ان انا اخد ساعتين اذن او ان انا اخد اجازه يوم، لازم اكون حاطط أسوأ سيناريو ممكن يحصل وايه الحل، لانه لو انا مش عامل ده غالبا هتصدم لو اللي قدامي ابتدى بفكره السايكولوجيكال وورفير او ابتدى يضغط عليا بالبوزيشن، والصدمه دي هتخليني ابقى مهنج فمش عارف اكمل نيجوشيشن. اذا هنا لازم اكون انا حاطط كل الاكسبكتيشنز وحاطط أسوأ سيناريو ممكن وحاطط له حلول في دماغي عشان ابقى عارف وانا بتكلم انا بتكلم في ايه، وعارف ارد بايه، وعارف لو حصل أسوأ سيناريو ده انا هتصرف ازاي وعندي الحل، فبالتالي ما بقاش مضغوط نفسيا او ديستراكتد. دي كده عموما النقط الرئيسيه اللي محتاجين نتكلم فيها في موضوع النيجوشيشن. طبعا علم النيجوشيشن علم كبير وعلم واسع وليه تاكتكس وليه تولز كتير جدا، وبيختلف في يعني من اول التفاوض البسيط بتاع ان انا عايز ازود سالري او اخد اجازه لحد التفاوض ما بين الدول، يعني في تفاصيل كتير، لكن كلها في الاخر بتعتمد على المفهومين الرئيسيين بتوع البطنه والزوبا، وبتعتمد على السكيلز الرئيسيه بتاعه الاكتيف ليسننج والايموشنال انتليجنس، واخيرا بتعتمد على البريباريشن بريباريشن بريباريشن، وزي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا اخر سلايد هتكلم فيها وهي بريباريشن از ا كي. لازم ابقى زي ما احنا شايفين كده من الشمال لليمين من فوق، نو يور سيلف اند هو يو ريبريزنت. لازم ابقى انا عندي لو نفتكر في الايموشنال انتليجنس سيلف اويرنس وسيلف مانجمنت عالي جدا، لازم اكون عامل ديفينيشن فور ماي انترستس اند اوتكم، زي اللي هي الكلمه الثانيه اللي مكتوبه قدامنا ديفاين يور انترست اند اوتكم، انا عايز ايه بالظبط. نمره 3 سيت رياليستيك اكسبكتيشنز، لازم يكون عندي توقعات فيري رياليستيك بكل السيناريوهات الممكنه وحتى الاكستريم. نرجع تاني تحت نبص، دو يور ريسيرش على الشمال تحت، do your research اللي انا لسه بتكلم فيه، وهو فكره ان انا ابقى عامل دراسه كافيه او مذاكر قوي المعلومات اللي هبقى محتاجها. know your and their بطنه، البطنه بتاعتي وبتاعت اللي قدامي لازم ابقى مذاكرها وعامل لها رسمه في دماغي وسيناريوهات، وسيناريوهات كمان معتمده على شخصيه اللي قدامي زي ما اتعلمنا مع بعض المره اللي فاتت، وازاي هتكلم معاه وابقى محضر نفسي لده، وابقى عامل بريدكشن للزوبا انا ايه اللي ممكن المساحه ما بين اللي انا عايزه والحد الادنى لطلباتي، واخيرا ديسايد يور ووك واي اللي هو انا ايه الاستراتيجي او الطريقه اللي همشي بيها النيجوشيشن جوه. وخليني هنا كمان اضيف انه دو يور ريهرسل. يعني ايه ريهرسل؟ ريهرسل يعني بروفا، يعني اعمل البروفا دي في عقلي على قد ما اقدر، اتخيل الموقف اللي انا جوه فيه واحاول ان انا كده اسرح مع نفسي واتخيل ان انا دلوقتي بتكلم وبقول وهيترد عليا يتقال لي ايه، وطب لو قال لي كذا هعمل كذا، طب لو خد الاكشن الفلاني احاول افتكر الرياكشنز بتاعته القديمه البيهيفيرز، طب عمل ايه مع زمايلي قبل كده، طب عمل ايه معايا قبل كده في الحاجه الفلانيه. كل ما خليت عقلي حاضر، العقل الباطن ربنا سبحانه وتعالى خلقه قادر يعني يشرب معلومات كتير جدا، بس شطارتنا نمد ايدينا في العقل الباطن ونطلع المعلومات دي قدام عينينا ونستفيد منها. فنحاول ان احنا نرجع بذاكرتنا مع اللي قدامنا لو عارفينه، ايه هي كل الاكسبكتيشنز او ايه هي البيهيفيرز اللي بيعملها، وايه البادي لانجوج اللي بيستخدمه، وايه الطرق اللي عمل بيها حاجه معينه قبل كده مع زمايلنا، وايه اللي شفناه منه في ميتنج قبل كده. احاول ان انا دايما كل السيناريوهات دي تبقى محطوطه في دماغي واعمل لها بروفا في عقلي وتمثيليه كده في عقلي بسيناريو اتنين وتلاته، لانه يعني بكلمكم انا راجل قضيت عمري كله تقريبا بشتغل في السيلز والماركتنج والكوميونيكيشن مع البشر غير التريننج يعني والكونسلتيشن كمان. الحقيقه ان الموضوع ده من يعني البراكتسز اللي بتنجح بشكل رهيب جدا 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 جدا، انه الواحد يكون راسم في عقله كل السيناريوهات الممكنه في الكلام اللي ممكن يدور بينه وبين اللي قدامه، ده بيخلي الواحد عنده درجه ثبات انفعالي غير عاديه، لانه تقريبا بيبقى اللي هو عارف ايه زي فيلم احمد حلمي كده، يعني انا مت متتك احلى من كده بكتير، يعني انا اتعرضت للموقف ده في عقلي او في خيالي 30 40 مره قبل ما اجي قبلك،
فبالتالي اي غالبا اي حاجه هتعملها هكون انا حضرت نفسي ليها، او حتى يعني عقلي الباطن وراها لي كخيال قبل كده، فانا تقريبا عشت الموقف اكتر من مره في خيالي، فانا لما اتعرض له بشكل حقيقي درجه ثباتي الانفعالي ودرجه توقعي للرياكشن وبالتالي ردودي وسرعه بديهتي هتكون افضل بكتير جدا جدا وانا بتعامل. ف يعني تو راب اب، نحضر نفسنا كويس دايما، نجمع اكبر معلومات ممكنه، ونكون عندنا يعني يعني نكون نابهين جدا 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 في ان احنا نبقى دارسين البني ادمين اللي احنا بنشتغل معاهم بشكل عميق، مذاكرينهم كويس قوي، عارفين ان احنا لازم نكون بروفيشنال جدا، فبروفيشنال جدا لازم اكون بعرف اتكلم واعرض شغلي وابين نفسي واقول انا عايز ايه، واكون دايما بريبيرد، لانه ناس كتير جدا بنشوفها في حياتنا فيري تكنيكال، يعني تكنيكالي شطار جدا جدا، لكن للاسف يعني كتير بيضيع حقوقهم او يعني ما بيقدرش ياخدوا اللي هم عايزينه نتيجه بس قدره على الكوميونيكيشن والعرض والنيجوشيشن وحاجات كتير. لو اتظبطت حقيقي بتخلي البني ادم اللي اوريدي شاطر في شغله يحس ان هو ساتسفايد وقادر يضيف فعلا لنفسه وللمكان اللي هو فيه. فكل ما كنا عاملين ده جنب شغلنا التكنيكال، كل ما كنا هنبقى ناجحين اكتر وبروفيشنال اكتر وساتسفايد ومستريحين اكتر واكتر. لو في اي اسئله طبعا او اي تعليق انا تحت امركم. ممكن سؤال يا دكتور احمد؟ طبعا يا ريت. هو في البدايه طبعا بشكر حضرتك على العرض الشيق بصراحه، والموضوع بصراحه شيق جدا يعني، الله يخليك. شكرا.